الأوساخ. عصير عصير. هذا الأوساخ منين يجي من العصير، وعندهم هنا ديما يفسد هنايا. هذا واش اسمه هذا؟ فوكيلاس اللي هز البركان. ساندويتش هنايا يخرج من الزيت، ويخرج من الكشكيل بيتر ثاني يخرج من هنا. وهذا تلقاه زيت مخلط مع المازوت ومع التراب مع الزوابع الرملية. هذا كونسوماسيون دويل يكونسومي بزاف. واش يوم على بالنا شاس كل مشي تاعو ريال ولا لا؟ وكتاه نعرفوه كي نحلو نطلعو على البيستوات نفهموها ريال ولا لا. كيما تاع خويا ياسين سي كات بيكاسو كو شفتوها من قبل سونديس سيس فالف، لقينا البيستوات ماهمش بيستوات تاع السيارة، ماشي 50,000 ولا ماشي بزاف. اوسخ اوسخ لا بومباو تاع البيجو هاي. الدور تاعها ناقصة. بيير بيرغ بيير بيرغ اوريجينال. نعم السلام عليكم. عشرة كانان دايغنوستيكس. عندنا اليوم عملية تشخيصية لحلقات المكبس أو للمكبس في حد ذاته. كالمكبس كيفاش نعرفوه باللي مليح ولا ماش مليح؟ أول حاجة، الحاجة البادية هي شوفوا هنايا هذه نواجذ الاحتراق. هذا نتاع نسيس جدي تاع البيناف، بيناف هذه 2016 ماشي 160,000. تكونسومي الزيت، واش نديرو؟ علاش تكونسومي الزيت؟ كاين خلفية تراثية، يا المحرك تعصر يا الزيت كان اللي يديرها ماهيش مليحة. لقينا لا شوميز طايحة بواحد 6 سنتيام، يعني لو جو دو فونكسيون بينها وبين البيستو تقريب ان ديزيام 1.20 مليمتر. لا ماهوش 1.20 مليمتر، 0.12 مليمتر. وهذا بزاف، لانك كي تحط سيجما تحوس على التوليرانس تلقاه فايد 0.35، يسمى فيه خطر انك كون تحط سيجمات جدد ولا بيستوات جدد ما يغلقوش مليح لي سيجما ويكون فيها مشكل. دونك عمليه تشخيصيه واش نديرو؟ عندنا بيستون هذا او نفس تاع السياره، لكن هذا نظفته وهذا ما نظفتوش. نظفت لا غورج الداخل، ونظفت من البيستون، لكن هذه الدخلانيه نظفوها غير بليسونس، نحيو لي كالامين للداخل. لي كالامين اغلب لي كالامين راهم يكونوا هنا ما يكونوش للداخل، كيما هذه لي كالامين تاع الزيت يجيو في الحواشي، لانه الزيت يتحرق في الحواشي، يكون على جدران الاسطوانه سيلندر وولز. حاليا كيفاش نعرفوا بلي البيستون تاعنا مليح ونقدروا نردوه ولا ما نقدروش نردوه؟ اول حاجه واش نديرو؟ نظفوا البيستون كيما هكا، نظفوا البيستون كيما هكا، لان كون تستي عليه هكذا ما يعطيكش الحساب الصحيح. شوفوا هنا كي نشوفوا السيجما صح تحرك، لكن هنايا السيجما هنايا ما تحركش بزاف. هنا كي يكون الفارغ هذا يتبان لك تحرك، لكن لازم هي في الاصل لازم تكون دخلت مضمومه وتحركها، لكن حنا ندخلوها ونحركوها. شوفوا الجو هذاك قليل جدا، لكن اللي يثبت لنا الامر هو هذا. كيما نشوفوا هنايا هذه لو كان نديرو 0.15 0.15 تفوت، هنايا 0.15 ما تفوت. نديرو 0.10 ما يفوت. 0.10 هذه سيجما قديمه، و 0.10 ما يفوتش. اذا واش لازم نديرو باش تشخصو؟ لازم تنظف البيستن جروفز لا هذه باش تقدر تشخصو البيستون مليح ولا لا. في الديازل ما يفوت 0.13، يعني كي يفوت 0.13 كي تحط 0.15 تعدي صاي بالسلامه، لازم تبدل البيستون مع لي ساغمون. في الحاله هذه واش نديرو؟ نبدلو غير لي ساغمون ونشميزيو البلوك نتاعنا ونقيسو لاكوت هذه، لانه البيستون يبان جديد. لي بيستون ان شاء الله راهم جدد ملاح، لاكوت هنايا ماهيش طايحة بزاف، حتى المادة هذه المانعة للاحتكاك مازال
إذن واش نديرو؟ ننظفو البيستون تاعنا مليح، نحطو سيكمات، نمشيو نزيو البلوط، وإن شاء الله ربي يصلح. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، عيسى أوتوسكان عن دايغنوستيكس أن لاسكيبيت إن إنجليش ألويز. شوف اليوم عندنا كلاسة تاع لانساس اش دي، هاكو شفتوها في التفكيك وشفتو في التحليل تاع كيفان ديتكتي والآخر تاع البيستون. خلينا نجيب لكم برك جوان دكيت، شوفوا الفرق في كيفان ديتكتي وكونسوماسيون دويل. هذه تاع البيناف 2016 ماشي 160,000. هاكو تشوفوا الصباح تاكل في الزيت كيما ذكرنا الاسباب متعدده، منها الزيت تكون مغشوشه او يكون فيها او يحصروا الموتور، يحصروه يعود يكونسومي الزيت، يعني تكلف المحرك فوق طاقته. شوفوا جوان دقيت، شوفوا الفرق بين هذا وفي زوج. شوفوا بين وين تدخل السوبابا، هذه صاي ميتة السوبابا فيها ليبر، لكن كي يكونوا لي جيد ملاح واش يصرى ما تدخنش السيارة. وين منين تخرج الزيت؟ تخرجه من الكوليكتير دي شابمون، ولا تشوفها ولا تشوف الزيت تهبط منه بالعقل من لي شومبر هذا اللي كانت تاكل الزيت بزاف. منين نعرفوها؟ نعرفوها من لي شابمون، هاي لا شومبر تروا، لا شومبر تروا هي اللي كانت تاكل في الزيت، ها لانه الاخرين ما تلقاش لي كلامين فيهم تاع لي شابمون، ما تلقاش لي كلامين، لكن لادميسيون شوف لي كلامين. هذه بعد التنظيف، قبل التنظيف، وهذه بعد التنظيف. ونشوفها من بعيد قبل وبعد. بلا ما نساو نظفو لادميسيون هنا لداخل مليح. حنا الحمد لله نظفنا، سرحنا لليترون تاع الاخر نتاع الهواء، لانه هذا يعيق يعيق حركه الدخول او كميه دخول الهواء المناسبه باش يكون الاحتراق جيد. ما نقولوش كامل لكن يكون جيد. لي بولون لازم تنظفهم، ينظفوا كيما هكا. علاه؟ باش كي تحط فيهم المفتاح ما يفسدوش، يعني ما يضيعكش الوسخ هذاك. ممكن تحط ما يدخلش المفتاح تاعك مليح، ما يبورطيش، تعود تفزد هنا لا لا لي بون تاع لي بوين تاع تاع المفتاح. حاجه اخرى، الكيتشين تاع 732، كيتشين 732 راهو ما يبروتيش الا اذا طحت في المغشوش. اما اذا كنت تجيب في حاجه دوريجين ما تخافش منه. بلا ما نساو تعاود الكيد بيتي ولا فرشات. شوفوا لا فرشات هذه العموم يتبان مليحه جديده، ها يتبان جديده، لكن كي نقرب لكم شوفوا شوفوا في النص كيفاش بدات تتكل. هذه ما ريسكيوش بها وما رجعوهاش، هذه نقدروا نرجعوها لكن ما تطولش ولو قرسيناها، لكن ما تطولش تعاود هذيك الطير. كي نقيسها بتورنيفيس تسمع لها كي لايك شال شال قوقعه قوقعه، تسمع صوت دير صوت. هذه ما ريسكيوش ردوها. بلا ما ننساو نظفوا الباليات نتاعنا مليح ويني بورتيو لي كوسيني، ونظفوا لداخل المحرك، ونديرو عفسه في لي ساغمون بحيث انه المحرك يطول باش تكحل الزيت نتاعو. البورت فلتر هذا ما ننساوش نظفوه مليح تاعو، الكلابي تاعو نحلو الكلابي، نظفوه بليسونس مليح باش الزيت تاني الكحله تخرج منه. حاجه اخرى، هذه ليكال لاتيرال واش عندهم 2.4، اذا لقيتهم اقل ب 0.05 مليمتر لازم تبدلها وتحط جديد. كيما هادو مازالوا على حالهم الحمد لله. لي بوجي تشوفاج تستيهم على ساعات باش ما تخرج لكش تشاك برك. هذا ولو ميتين كي تكون لا كومبريسيون مليحه، ولو في الشتاء ضربت نص السياره حتى اذا طول طول زوج ثواني فقط. كما فهمناكم على لي بيستون كيفاه نديتكتي ولا الاخر تاعو، هذا غير نخلي نردو لها بيستون اوريجينال. لا كوت نتاعو مليحه ولي غورج نتاعو ملاح، نظفناهم مليح كيما هكا كيما بالطريقه هذه باش تبورتي سيغمون بورتي مليح. ما ننساوش بلا ما ننساو نتستيو لي غريسور، لي غريسور نتستيوهم بالفم برك وننظفوهم مليح. لازم بالفم، ما تحسش بالهواء يخرج بالفم. هذا هو نحطو لها في السيغمون ملاح في الكوادز اوريجينال، ونحطو الجليكو كوسيني باليبيال ان شاء الله تخرج انتاكت.
هذا برك نوصيكم على لاكيولاس، لازم تنظفها مليح. هاكم شفتوا كيفها كانت مسخه في الفيديو، واو الحمد لله خرجناها ما شاء الله. الرشاوه ما فيهاش بومباويل، فتحناها لقينا لي لام تاعها ملاح، لان فيها هي دي لام ما فيهاش دي بينيون، لي لام تاعها ما تعبوش. هذو هما التوصيات اللي نوصيو خواتنا ونتعلموا من بعضنا، اذا كنت فوت حاجه او شيء نبهونا عليه باش يعرفوا خواتنا الاخوه. اذا نجيك لو رقمهم كل واحد يرجع لبلاصتو باش ما نعاودوش نبروغرامي برك في الكالكيلاتور. لو جيال لازم باست ايفنت انك اوف، هنا ولا دير لهم لي باستي نتاع الزيت، لي باستي تاع الزيت نديرو باستي من تاع الزيت، ومن باست ايفنت 5 حاجه منظمه، ولا نجيبو لها دو باست ايفنت 5. هذا من بعد نحيه، درتو برك تجربه ان شاء الله خير. ودعيوا لنا، وتحياتي للجميع، ربي يحيينا وصحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، صحة عيدكم، ربي يتقبل دعوتكم في عشر الأواخر الوالدة بالشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.